الأمير هاته الرسالة أقول تحذير. لو كحتك عد عليها أسبوعين ولا انتهتش على وحدة صدر تجري تكشف ولا تقوحش أعراض كتير لو أهملتها المرض هيهددك الضرر اللي هو السل أكيد هتسأل يه منين هتلاقي أكتر من سبب بسط رذاذ ملوث في وجه الآخرين والشيشة أهي من ده لده ويا للعجب عندك كمان سوء تهوية وفي كمان سوء تغذية وكمان اللبن اللي مش مغلي كل ده يسبب المرض طب والعلاج مصاريفه كتير؟ العلاج بالمجان كشف أشعة وتحليل كمان وده كله بوزارة الصحة والسكان والعلاج يوميا دون انقطاع من 6 شهور ل8 ترجع لك صحتك صحتك اوعى تهملها صحتك اوعى تهملها دي نصيحة خبير رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك كريمة اهلا اتفضلي ازيك يا سامية جبتوا ايه جديد خايفين عليه من الحسد وبتبخروه نتحسد على ايه ده عمرو ابني بقاله اكتر من اسبوعين راقد في السرير الكحة مش راضية تسيبه والحرارة بتعلى بالليل ملوش نفس ياكل يا حبة عيني شوفي جسمه قل خالص وكل ما يعرق بالليل اقول الصبح هيبقى كويس ولا فيش فايدة انا عارفة ايه البرد ده يفوت اسبوعين وسكتة بسرعة خديه على مستشفى او مستوصف للصدر احسن يكون جاله الضرن سل يعني بعد الشر ما تهوليش على الواه الضرن ما بقاش مرض يخوف الناس بتتعالج وبتشفى منه المهم يكشفوا بدري بقول استنى يومين يمكن يخف انت عارفة مصاريف المستشفيات ما تخافيش اي مستشفى او مستوصف تبع وزارة الصحة الكشف والعلاج فيه مجانا يلا كل ما روحنا بدري العلاج يبقى فيه الشفاء بإذن الله الأمر لله وضروري أنت وجوزك وبنتك سمر تكشفوا أحسن يكون حد فيكوا تعادى يلا بقى أوام ما قلنا بالمجان الضرن شفاءه أكيد لو التزم بالعلاج كل مريض